إطلالة إخبارية للثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، تحية طيبة لكم أينما كنتم. أعلن البنك المركزي اليوم تعويم قيمة الجنيه تعويما كاملا وفق آليات العرض والطلب، ليسجل الدولار 13 جنيها بالبنوك. قرر البنك تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتا مع هامش تحرك قدره 10% ارتفاعا وانخفاضا، كما رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3%. عقب قرار تعويم الجنيه، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة صباح اليوم بمقدار 8.25%، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 23 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة من بدء جلسة تداول اليوم، ليصل رأس المال إلى 440 مليارا و660 مليون جنيه، ثم تراجع رأس المال في منتصف جلسات التداول إلى 430 مليارا و916 مليون جنيه بسبب مبيعات المصريين والعرب. في سياق متصل، أعلن رئيس بنك مصر عن طرح بنكي مصر والأهلي شهادة استثمار بالجنيه مدتها سنة ونصف بفائدة قدرها 20% تصرف كل 3 أشهر. أضاف رئيس بنك مصر أنه سيتم رفع العائد على شهادة 3 سنوات بالجنيه من 12.5% إلى 16%. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 6 من العناصر التكفيرية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في أثناء مداهمات بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء. أضاف أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 4 آخرين من المشتبه فيهم في محيط العمليات، وضبطت أسلحة ومجموعة من الملابس العسكرية الخاصة بتلك العناصر. نجحت قوات الأمن في السيطرة على الوضع الأمني بمنطقة جسر السويس بعد تبادل لإطلاق النار استمر لأكثر من نصف ساعة مع خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة. قال مصدر إن قوات الأمن عثرت على العديد من الأسلحة النارية داخل الشقة التي تواجدت بها الخلية. بدءا من اليوم يطبق قانون الخدمة المدنية رسميا على ما يقرب من 4 ملايين موظف يعملون في الوزارات والوحدات المحلية، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دعوة من رئيس غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة العربية الإفريقية 4 التي تستضيفها بلاده خلال نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال استقباله اليوم نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، الذي نقل إلى الرئيس السيسي تحيات رئيس غينيا الاستوائية وسلمه الدعوة، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة. شهد مقر جمعية دنيا جديدة حالة من الزحام الشديد بعد الاستجابة الكبيرة من المواطنين لدعوة التبرع لحملة كلنا مصريين لضحايا سيول رأس غارب التي تبنتها شبكة تلفزيون النهار عبر برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد لصالح المضرين. جمعت الحملة آلاف البطاطين وعددا كبيرا من الملابس والأغذية التي ملأت 3 مستودعات أسفل أحد العمارات السكنية في ميدان لبنان.
أجلت محكمة النقد بدار القضاء العالي اليوم إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمة القرن إلى 2 مارس المقبل لتوفير مكان مناسب للمحاكمة. يواجه مبارك اتهامات بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. كانت وزارة الداخلية أرسلت خطابا للنقد يفيد بتعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالي لدواعي أمنية. كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم زعيم طيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب. كان من المتوقع تكليف الحريري بعد الكشف عن اسمه في إطار صفقة سياسية أدت إلى انتخاب عون رئيسا للدولة من قبل البرلمان يوم الاثنين. كان الحريري رئيسا للوزراء في الفترة ما بين 2009 و2011. هزت انفجارات ضخمة شرق مدينة الموصل العراقية صباح اليوم بعد فترة وجيزة من انتهاء كلمة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي سعى لحشد أتباعه لمواجهة هجوم للجيش العراقي بدعم أمريكي. يذكر أن الجيش العراقي استعاد السيطرة على 14 قرية من داعش وأصبح على بعد 16 كيلومترا من مطار الموصل الذي يعد ثالث أكبر مطارات العراق بعد تواصل معارك التحرير للأسبوع الثالث. طلبت روسيا من مقاتلي المعارضة السورية المتحصنين في مدينة حلب السورية مغادرتها بحلول مساء الجمعة مشيرة إلى أنها ستمدد وقفا للضربات الجوية في المدينة. قالت وزارة الدفاع الروسية إنه سيسمح لمقاتلي المعارضة بالخروج من المدينة سالمين ومعهم أسلحتهم، ذلك في 4 نوفمبر عبر ممرين، والمدنيين والمرضى والجرحى عبر 6 ممرات أخرى. من جانبه قال مسؤول بجماعة المعارضة المتمركزة في حلب إن المعارضة رفضت هذه الدعوات. مشاهدينا الكرام، هذه لقطات حية من ميدان لبنان حول مبادرة كلنا مصريين والتي تدعمها شبكة تلفزيون النهار من خلال برنامج صبايا الخير. إلى هناك.
مرحبا مجددا مشاهدينا الكرام، وهذه الساعة الثانية من أحداث النهار والتي نفتح فيها الملف